اجتماع طارئ دعا إليه البرلمان العربي ردا على الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني برئاسة عادل عسومي رئيس البرلمان وأعضاء البرلمان وحضور رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس مجلس النواب الأردني وعدد من الشخصيات البرلمانية العربية بمقر الجامعة العربية. على مدار ما يقرب من 3 أشهر متواصلة يتعرض شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري، وترتكب ضده جرائم حرب مكتملة الأركان في أبشع صورها والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء الذين ترتكب ضدهم محرقة حقيقية بشكل يومي. كرر ومن باب التأكيد باسم المجلس الوطني الفلسطيني: واحد، لا لحكم غزة على ظهر دبابة أو بقوة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، وشعبنا سيتصدى لأي قوة تقوم بذلك وتكون بموضع لا يختلف عن الاحتلال واعتبارها جهة عميلة متعاملة مع العدو تتهم بالخيانة العظمى. خلال الاجتماع طلب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم والمذبحة وحرب الإبادة في قطاع غزة. المطلوب اليوم وبكل إلحاح أيها السادة هو ما ترونه وتطالبون به: وقف هذه المذبحة ووقف العدوان وحرب الإبادة بما يمكن تاليا من فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وصولا إلى فتح آفاق السلام ومعالجة جذور الصراع. إن كل من يقف ضد الوقف الفوري لإطلاق النار هو شريك بارتكاب الجريمة النكراء وعلى يديه دماء الأبرياء. أكدت مصر خلال الجلسة على أهمية التضامن العربي لمواجهة تلك الاعتداءات. اللي بنطالب بيه في خلال هذه الجلسة أن يكون لنا كعرب وكمسلمين تكاتف ورأي موحد جميعا، وما يكونش فيه فرقة حتى لو في خلافات في الرأي في بعض الدول أو مشاكل خاصة بأي موقف. لازم علشان نصرة فلسطين وغزة تحديدا لازم نقف جميعا على قلب رجل واحد زي ما الجميع بينادي. نبه العسومي إلى أن من أخطر ما يمكن أن تتعرض له القضية الفلسطينية في الوقت الراهن هو اعتياد المشهد الحالي لجرائم الحرب اليومية التي يقوم بها الاحتلال حتى يحقق هدفه منها. اجتماع طارئ يؤكد من خلاله البرلمان العربي على استمرار دعمه للقضية الفلسطينية خاصة في ظل التطورات الأخيرة وزيادة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الأعزل والتقاء الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني واستمرار تحركاته الدبلوماسية لوقف تلك الاعتداءات. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، التلفزيون المصري.